رغم الهدوء النسبي في المنطقة، مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقول إن قمع القسد لانتفاضة دير الزور لا يعني النهاية. الجالية السورية في الولايات المتحدة تلتقي بأرفع شخصيتين في الحزب الديمقراطي لبحث آخر تطورات الملف السوري. تحت شعار مسعف في كل منزل، دورة تدريبية في مبادئ الإسعاف الأولية في عفرين شمالي حلب. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. عقب انتهاء الاشتباكات بين العشائر العربية وقسد بالسيطرة الأخيرة من جديد على مناطق شمال شرق سوريا، ترى صحيفة فورين بوليسي إن ذلك لا يعني النهاية، وهو ما قد يفجر حالة صدام جديدة، داعية الولايات المتحدة لبذل جهد أكبر في سبيل تحقيق توازن في المنطقة. تقرير والتفاصيل. رغم انتهاء المواجهات المسلحة في دير الزور بين قسد ومقاتلي العشائر العربية، إلا أن الوسط لم يهدأ، وهو ما يهدد بتوسع عملية الانتقام بين الطرفين التي ستنعكس على استراتيجية أمريكا في المنطقة. هذا ما تقوله مجلة فورين بوليسي الأمريكية. المجلة ترى أن على واشنطن بذل نشاط أكبر في سوريا والمنطقة لضمان عدم ظهور انقسامات مماثلة لتجنب خلق مساحات لتدخل الخصوم. من جانبها، رأت الكاتبة الصحفية المختصة بشؤون الشرق الأوسط شيلي كيتلسون أن الصراع الأخير بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد يمثل واحدا من أخطر الصراعات الداخلية التي حدثت داخل القوات المدعومة من الولايات المتحدة. تقول الكاتبة إن الثقة الهشة بالأصل باتت أضعف عقب اندلاع الاشتباكات الأخيرة. على الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن اشتباكات دير الزور أدت إلى نزوح 6500 عائلة إلى مناطق سلطة الأسد، وأسفرت عن مقتل 96 شخصا وأكثر من 100 جريح، في حين لم تعد معظم الخدمات التي تضررت أيضا بسبب الاشتباكات. لا تبدو قسد جادة في تحسين الارتباط بينها وبين العشائر العربية ومكونات المنطقة، متخذة سبل القمع لا خفض الجناح. مراسل حلب اليوم قال إن الإدارة الذاتية التابعة لقسد أوقفت دورات تحفيظ القرآن والمناهج الدينية في مساجد شمال شرق سوريا، وهددت بمحاسبة كل إمام جامع لا يلتزم بالقرار. في منبج عين العرب ومناطق أخرى، بدأ الأهالي إضرابا عن العمل بسبب رفع قسد لأسعار المحروقات بعد أن أصبح سعر لتر المازوت وفقا للقرار الجديد أكثر من 2000 ليرة سورية بعد أن كان قرابة 500 ليرة سورية. تبدو قسد هشة داخليا، اتضح ذلك من خلال اشتباك بعض مكوناتها مؤخرا، بينما تتلقى ضربات تلو الأخرى من تركيا، فيما قد يكون مصيرها مرتبط بسياسة وقرارات دول كالولايات المتحدة وروسيا وإيران وغيرها، أو ربما سلطة الأسد. ينضم إلينا الشيخ مضر حماد الأسعد، المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل السورية، يحدثنا من غازي عنتاب. مرحبا بك معنا شيخ مضر. هل يمكن أن تعود المواجهات بين العشائر وقسد؟ حياكم الله. لا شك بأن المواجهات لم تنقطع حتى هذا اليوم. حقيقة هناك معارك كر وفر بين القبائل والعشائر العربية وبين تنظيم البككة الإرهابي. المعارك مستمرة، المواجهات مستمرة، الانقسامات مستمرة. ما لم يحصل المكون العربي والذي يشكل الأغلبية الساحقة في منطقة الجزيرة والفرات على حقوقه كاملة في إدارة هذه المنطقة، في الاستفادة من ثرواته الباطنية وكذلك إدارة شؤونه العامة في هذه المنطقة، ما زالت ميليشيات البيدي قسد تستعمل القوة وتستعمل حقيقة القوة المفرطة اتجاه أبناء المكون العربي أو أبناء العشائر والقبائل العربية في منطقة الجزيرة والفرات. هذا الأمر أدى إلى الانقسام المستمر، أدى إلى المواجهات المستمرة، أدى إلى أن تكون هناك الهوة واسعة بين ميليشيات البيدي قسد الإرهابية وبين العرب في منطقة الجزيرة والفرات بشكل كامل، وليس في منطقة الفرات فحسب،
وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها ميليشيات البيضية قسد، ومنها حقيقة إلغاء أو منع تدريس اللغة الدينية الديانة الإسلامية في المدارس وفي المعاهد، وكذلك إغلاق معاهد تحفيظ القرآن. وهذا الأمر لم تجر أي دولة في العالم على اتخاذ هذا الموضوع أو على اتخاذ مثل هذا القرار منذ وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا اليوم لم تجر حتى إسرائيل عندما احتلت فلسطين أن تخرج بها تخرج بمثل هذا القرار. وهذا يدل على أن هذه العصابة المارقة حقيقة هي تريد محاربة العرب أولا، وكذلك هي تريد أن تقوم بمحاربة الإسلام وإلغاء الإسلام في هذه المنطقة، وكذلك هي من خلال القرار الذي أصدرته بتطبيق نعم الشيخ مضر، هو تبدو واضحة بين العشائر العربية وبين قسد، لكن التحالف هل اتخذ أي خطوات للتواصل المباشر مع العشائر؟ حقيقة حتى الآن التحالف الدولي يعتبر الموضوع يعني موضوع هامشي، على أن هذه الخلافات ممكن أن تحدث في أي مكان. لو كان التحالف الدولي يريد الهدوء في المنطقة ويريد الأمن والأمان في هذه المنطقة لأقدم على وضع النقاط على الحروف أول وتحقيق مطالب الشعب العربي في منطقة الجزيرة والفرات، ولكن يبدو بأن التحالف الدولي ما زال يتماهى مع هذه العصابة المارقة، ما زال يسعى إلى شرعنة وجود هذه العصابة المارقة. ولكن أستطيع أن أقول بأن أبناء الجزيرة والفرات في الرقة، في منبج، في الحسكة، في دير الزور، في تل رفعت، في أحياء حلب، الجميع يرفض وجود هذه العصابة، وخاصة بعد القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة ومنها غلاء المحروقات وكذلك غلاء المواد. كيف يبدو التنسيق الشيخ مضر، كيف يبدو التنسيق بين العشائر وأبنائها في شمال غرب سوريا بعجالة لو سمحت؟ نعم، التنسيق كبير جدا بين العشائر العربية وبين مكونات العشائر العربية، وحتى بين العشائر العربية والكردية والتركمانية والسريانية. الكل رافض وجود تنظيم البككة في هذه المنطقة، الجميع يريد الخلاص من هذا التنظيم الذي أساء إلى الجميع، الذي أساء إلى الأديان السماوية، الذي أساء إلى البشرية وإلى الإنسانية. أشكرك الشيخ مضر حماد الأسعد، المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل السورية، حدثتنا من غازي عنتاب. قتل 4 قياديين من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب آخر جراء استهداف مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم على طريق الواصل بين مدينتي القمشلي وعمودة غربية القمشلي بمحافظة الحسكة. ومن بين القتلى هفال أصلان مسؤول قوات الأسايش في القمشلي، وينحدر أصلان من تركيا وكان عضوا في حزب العمال الكردستاني، وعين قبل نحو 3 سنوات مسؤولا على الأسايش في مدينة القمشلي. كما عرف من بين ضحايا أيمن جولي وهو أحد مسؤولي قوات الأسايش في إقليم الجزيرة، ونقلت فرق الإسعاف جثامين 4 قتلى وشخص مصاب بجروح بليغة إلى مشفى عسكري في مدينة القمشلي. التقت الجالية السورية الأمريكية بأرفع شخصيتين في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي لبحث آخر تطورات الملف السوري. وفي سياق من نوعها التقت الجالية بزعيم أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز الذي تولى رئاسة كتلة الديمقراطيين خلفا لسلفه نانسي بيلوسي مطلع العام الجاري. كما التقت الجالية بعضوة الكونغرس كاترين كلارك وهي الشخصية الثانية في الحزب بعد جيفريز، وتناولت اجتماعات الجالية مع قيادات الحزب الديمقراطي سياسة إدارة بايدن في سوريا وضرورة تصويبها. كما عرضت الجالية وجهة نظرها ووجهة نظر السوريين عامة في طريقة تعاطي الحزب الديمقراطي والإدارة مع الملف السوري. التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي بحث مع بيدرسون مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة، مضيفة أن بن فرحان أكد للمبعوث الأممي حرص بلاده على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بشكل يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي.
تتمت في مدينة جرابلس الشرقية حلب بطولة دوري الحلقات القرآنية لكرة القدم والتي امتدت قرابة شهرين وشارك فيها 40 فريقا من فئتي الشباب والناشئين. بمشاركة 1000 طالب من المعهد القرآني في مدينة جرابلس الشرقية حلب أقيمت بطولة لكرة القدم على أرض ملعب ماريا الرياضي في المدينة. البطولة نظمها المكتب القرآني في مديرية أوقاف جرابلس، وتنافس فيها 40 فريقا من فئتي الناشئين والشباب. طبعا نحن دائما في كل فترة نستغل الوقت ونستغل إن شاء الله تعالى ما يمكن تقديمه للطلاب سعيا منا في رفع مستوى الطلاب وإشباع حاجاتهم الرياضية والنفسية لحقيقة دعمها للتعليم للعملية التعليمية. انطلقت البطولة قبل شهرين تقريبا وتخللها عشرات المباريات لتتأهل قبل أيام 4 فرق لعبت على المراكز الأولى، حيث نال لقب الدوري عن فئة الشباب فريق الفتوة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد، في حين توج بالبطولة عن فئة الناشئين فريق العادية بعد تحقيقه فوزا كبيرا في المباراة النهائية 4 أهداف مقابل هدف واحد. والله كان لعب جيد الحمد لله، لعبنا يعني قدرنا نفوز عليهم، الخصم كان قوي، كان مجهز يعني الخصم نعرفه من زمان، الخصم كان قوي الحمد لله، فرقنا كان مجهز وقدرنا نفوز عليهم الحمد لله. البطولة جاءت كنشاط رياضي هادف ومحفز للناشئين والشباب، وهو ضمن مساعي مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في جرابلس لتشجيع الرياضة ودعم الشبان والرياضيين. ووعدت المديرية بتنظيم نشاطات رياضية أخرى بهدف رفع قدرة الشبان جسديا ونفسيا، حيث تعتبر الرياضة متنفسا وفسحة لهم. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. التصعيد المستمر على جبل الزاوية يهدد الطلاب بحرمانهم من التعليم، والأهالي يناشدون لتقديم يد العون. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أطلقت أكاديمية وخيال وبالتعاون مع مديرية الصحة في عفرين دورات تدريبية تحت عنوان مسعف في كل منزل، وتهدف إلى نقل مهارات الإسعاف الأولية إلى أكبر شريحة من المجتمع. بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال سوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين، برزت الحاجة لنشر مبادئ الإسعافات الأولية بين أوسع شريحة من الناس بغية إتقانهم المهارات الأساسية في التعامل السليم مع الإصابات، وخاصة في الحالات الطارئة والتي تسهم بإنقاذ أرواح كثيرة من الناس أحيانا، في حين قد يؤدي التعامل الخاطئ في اللحظات الأولى للإصابة إلى زيادة مخاطر الإصابة من كسور أو جروح أو نزيف. طبعاً نحن خرجنا بالأكاديمية دورتين تمريض مستوى أول ومستوى ثاني. المستوى الأول كان بحدود 40 طالب، الثاني بحدود 24 طالب. الغاية من هذه الدورة الأساسية كانت اللي هي دور تمريض، كنا عم نحاول إنه نوجد في كل منزل يكون هناك ممرض. نتيجة الأوضاع الحالية فعلاً كل منزل يحتاج إلى أن يكون هناك ممرض. طبعاً المستوى الأول أهم شيء فيه هو إنه يتقن المتدرب أولاً قياس الضغط، أعطاء الإبر، مسألة فتح الأوردة، أيضا الإنعاش القلبي إذا حدث هناك في المنزل. مسعف في كل منزل هو عنوان الدورة التي أطلقتها أكاديمية خيال في الإسعافات الأولية، والتي استهدفت عددا من الشباب والشابات، وتهدف لإيجاد مسعف في كل منزل قادر على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة في محيطه القريب بشكل علمي. وتجري الأكاديمية دوراتها بالتنسيق مع مديرية الصحة في عفرين ووزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. سبب التحاقي بهذه الدورة بصراحة هو أنا في عندي حالة معينة بالبيت، فمضطر أني يكون عندي خبرة بهذا المجال، بحيث إذا صار في قدامي حالة أغماء أو بحيث إذا صار في قدامي أي حالة معينة بتداركها بالشكل الصحيح. هيك دورات مهمة كتير، مو مهمة شوي، مهمة بشكل كتير كبير. بالنسبة للصار معنا بالزلزال وحالات الأغماء اللي صارت وحالات الرعب وحالات الخوف،
هي صار فيها جهل كثير من قبل الناس اللي ما عنده خبرة بهاي الأمور. حالة القصف والتصعيد التي تعيشها مناطق الشمال السوري بين الحين والآخر وما تسببه من إصابات وضحايا، إضافة إلى إصابات حوادث السير والغرق والحرائق وغيرها، تجعل من الهام جدا هنا اكتساب أفراد المجتمع لمهارات الإسعافات الأولية. قصي الأحمد، حلب، اليوم، عفرين. ينضم إلينا سيد زكريا العيد، مدرب إسعافات أولية في مركز خيال للتدريب والتطوير، يحدثنا من عفرين. مرحبا بك معنا سيد زكريا. في البداية، من يحق له الالتحاق في هذه الدورة وكم عدد المستهدفين؟ السلام عليكم. المدرب زكريا. وعليكم السلام. خيال التطوير والتعليم في عفرين. تفضل. كنت أسألك، من يحق له الالتحاق في هذه الدورة؟ دورة الإسعافات الأولية يحق لكل طالب أنهى المرحلة الإعدادية الالتحاق في هذه الدورة. أي شخص تجاوز عمره 15 عاما ممكن أنه يلتحق في هذه الدورة. هل هناك عدد من المستهدفين لديكم، عدد محدد؟ حاليا بلغ عدد المستفيدين في دورة تمريض الإسعافات الأولية 90 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. ما هي ميزات من أتم الدورة؟ ماذا يتعلم لديكم؟ يحصل الطالب في نهاية الدورة على شهادة خبرة من مديرية التعليم العام في منطقة قصم الزيتون. عمليا ماذا يتعلم؟ يعني هل يمكن له أن يعمل كممرض؟ في هذه الدورة لا يحق له العمل كممرض في المشافي، لكن ممكن يستفيد في الحياة العملية، وخصوصا في سوريا والريف الشمالي منطقة حرب، خاصة موضوع الزلزال الذي حصل مؤخرا. ممكن تعمل التعافيات الأولية، طريقة إيقاف النزل. يعني هو السيد زكريا يستفيد منها في المنزل مثلا في الحي على هذا المستوى؟ طبعا مهم. التسقيف الصحي مهم جدا في كل المجتمعات، يعني أي طالب ممكن أنه يستفاد من هذا الشيء، خصوصا بوضعنا الحالي في كل منزل ممكن تحصل حالات أغماء، حالات تغيب وعي، توقف قلب. مفروض أي طالب يكون عنده تسقيف صحي عن حالات الإنعاش، قلب الرئوي، حالات تثبيت الكسور، النزول. طيب سيد زكريا، هل لديكم خطة لتنفيذ دورات أخرى؟ أنتم مستمرون يعني؟ يوجد خطة مدروسة لتطوير هذه الدورة من خلال مناهج طبية مركزة. حاليا الدورة في مستوى أول، مستوى ثاني ومستوى ثالث، دورة الإسعافات الأولية، تطوير منهاج الإسعافات الأولية عند الطالب. أشكرك السيد زكريا العيد، مدرب إسعافات أولية في مركز خيال للتدريب والتطوير، حدثتنا من عفرين. لقي ثلاثة عناصر من ميليشيا لواء فاطميون مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء تعرض إحدى الدوريات لهجوم مسلح من قبل خلايا تابعة لتنظيم الدولة على الطريق الواصل بين مدينة السخنة ومنطقة كباجبيري في حمص الشرقي. وقال مراسلنا إن الهجوم وقع أثناء تنفيذ إحدى دوريات ميليشيا لواء فاطميون جولة أمنية على نقاطها العسكرية المثبتة ضمن بادية مدينة حمص. نقل مراسلنا عن مصدر طبي من داخل مدينة السخنة وصول ثلاثة جثث من الميليشيا بالإضافة لأربع إصابات معظمها حرجة. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الأسد رفضت تقديم المؤازرة بالرغم من قرب حاجز عسكري يتبع لها من موقع الهجوم، ليتمكن بذلك عناصر التنظيم من الفرار نحو عمق البادية. لقي خمسة أشخاص مصرعهم يرجح أن معظمهم سوريون إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم من مركز ترحيل موجود في ولاية فان على مركز آخر في ولاية غازي عنتاب إلى مركز آخر في ولاية غازي عنتاب في تركيا. وتسبب الحادث بإصابة 30 شخصا آخرين، 7 منهم ضباط الشرطة وسائقين و21 مهاجرا. وبحسب بيان صادر عن مكتب ولاية فان، فإن الحافلة التي كانت تقل مهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية انقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة عليها عند منعطف خطير على طريق وان هكاري السريع.
نظمت جمعية أوزغور دير الحقوقية التركية وقفة احتجاجية في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول تنديدا بالعنصرية ضد اللاجئين السوريين والعرب بشكل عام. تنديدا بالعنصرية، وقفة تضامنية في حي الفاتح بمدينة اسطنبول تضامنا مع اللاجئين السوريين في تركيا، نظمتها جمعية تركية على خلفية تصاعد الخطاب العنصري والاعتداءات بحق العرب عموما واللاجئين منهم خصوصا وعلى رأسهم السوريين. اليوم نحن تجمعنا هون بدعوة من منظمة أوزغور دير. الهدف من هذا التجمع هو فعليا إظهار خطاب مضاد لخطاب العنصرية الذي انتهجته بعض الأحزاب السياسية وخاصة زفر بارتي مؤخرا، وأدخلت على الأجندة السياسية موضوع مناهضة وجود اللاجئين والعرب بشكل عام. طبعا اليوم نحن بنلاحظ نقطة جدا مهمة، الأتراك متجمعين بشكل كبير كتير جدا، وجود السوريين للأسف ضعيف مع الأسف الشديد، لكن التجمع الأكبر هو الأخوة أتراك. هذا أيضا دليل جيد وكتير مؤشر ممتاز على أنه الدولة التركية ليست دولة عنصرية، العنصريين هن عبارة عن فئة متطرفين. الوقفة المناهضة للعنصرية وخطاب الكراهية لم تسلم أيضا من الاعتداءات، إذ تعرض المشاركون فيها لهجوم من قبل مجموعة، إلا أن الأمن سرعان ما تدخل لحماية المشاركين بوصفها وقفة مرخصة. تركيا أزلك لا في تركيا خاصة المسلمون السوريون وبشكل عام باقي المهاجرين الذين جاءوا إلى تركيا، أوميت أوزداغ وأعضاء حزب الظفر خلال 3 سنوات يعتدون على المهاجرين السوريين وخاصة النساء والأطفال في الشوارع، ويخدمون أعداء اللاجئين بسياسة عنصرية. نحن كمسلمين وجماعات إسلامية في تركيا يجب أن نقف وقفة جدية مقابل هذا الموضوع، ويجب على الدولة التدخل بشكل عاجل. الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyuruyor: المسلمون في توادئهم وتراحمهم في الجسد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. Müslümanlar اللاجئون على هذه الأرض ليسوا أجانب، وهم لهم الحق في هذه الأرض، وهم إخوتنا، لأن هذه الأرض أرض الله، ولا أحد يتفوق على أحد بعرقيته. شارك في الوقفة ناشطون أتراك وعرب أيضا، رفعوا خلالها لافتات أرادوا من خلالها رفع أصواتهم عاليا ليؤكدوا بأن الأتراك ليسوا سواء، وأنهم يقفون إلى جانب اللاجئين والعرب وغيرهم، وليؤكدوا مطالبهم بنبذ خطاب الكراهية ومحاسبة العنصريين والمحرضين ضد اللاجئين. بالرغم من وجود عدد كبير من العوائل تسكن قرى جبل الزاوية بريف إدلب، إلا أن الكثير من الخدمات ما زالت تنقصهم، ومنها الخدمات التعليمية. يرصد التقرير التالي مناشدات الأهالي للتدخل وتقديم المساعدات بشكل سريع وعاجل. يجلس رجب في حيرة من أمره، خوفا على مستقبل أطفاله وخشية من حرمانهم حق التعليم، لأنهم يسكنون في قرية قريبة من خطوط التماسي، حيث كانت هذه الخطوط تشتعل نارا قبل أيام، واليوم هدأت وتيرتها ليقرر البقاء بعد أن شد أحزمته للرحيل بعيدا نحو مناطق آمنة نسبيا بسبب القصف المكثف على قريته سابقا. أخوي نحن بالنسبة لنا القصف تعود عليه، ما عندنا مشكلة قصف خالص، بس مشكلتنا أنه إذا تم الوضع هيك راح يفتح المدارس والتعليم يكفي سنة دراسية نظامية، ولا راح يصير فينا على شكل عم نول. شفت أنت صار أكثر من شهر شهرين سكرت المدارس، و90% من الأولاد رسبوا في سنة الماضية. لم تنتهي معاناة أهالي جبل الزاوية منذ وقف إطلاق النار أواخر 2020، والذي عاد فيه الأهالي إلى قرى جبل الزاوية يناشدون بشكل مستمر المنظمات المحلية والجهات الحكومية لتقديم الخدمات التعليمية والطبية والإغاثية. ناس متخوفة يعني بالنسبة للمدارس وللتعليم، يعني في إهمال شديد، في إهمال شديد بالنسبة للمدارس، سواء كان من التربية أو من المنظمات. طبعا المنظمات بتتزرع أنه منطقة ساخنة ما تدخل تدعم، والتربية بتقول ما في إمكانية لدعم المدارس.
طبعا وبالأول والأخير المتضرر الأول والأخير نحن كشعب، يعني الشعب اللي ما في ما بتنهض فيه تعليميا لا يمكن أن تقوم به دولة. عشرات من المدارس داخل قرى جبل الزاوية مهددة بعدم الافتتاح بسبب الأوضاع الراهنة والقصف المتقطع ما بين الحين والآخر، ما يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل المئات من الطلاب داخل هذه القرى. لا تنتهي مشاكل وأزمات منطقة جبل الزاوية، فلا صوت هنا يعلو فوق صوت المدافع والمعاناة والأزمات، خاصة بعد أسابيع من القصف المتواصل والممنهج. أحمد يد لقناة حلب اليوم، جبل الزاوية. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.